سفيان بركة يقدم قدور وعويشة. أمي يمتي أك حالت على أبوك قدور اليوم؟ علاش نسى تليفون في الدار؟ علاش؟ يا ربي تعمي عليه يا ربي أو ما دير لي حتى الكود. ني زيد أحصلت؟ يا وتعالى وبحمالة يا هاه مالو زربا وحصل هالي قالت الشوافة نهار من الحوت من الأول أنت سقع مصنقع أجامع قاعد داوي أنا ما غنقولش لك أرى الوراق أنا غنديك كلك أنت وراقك وخرشاشتك حارق السرعة وحارق الرادر وحارق ليا كمارتي يا عدو الله وراه مراتي اللي محروقة وشعلة فيها العافية ديال بالصح مزوق فيك خليني نمشي أمالها حاملة وغتولد يا وحدة في الدار أش كتقول يرحم باك رانا قلت لك سقع مصنقع يلا تبعني أنا غادي نخوي لك الطريق ودابا الشرطة في خدمة المواطنين أغا ملي تسمع السقيل أعرف تابعو التسونامي أمك كذب عليا وقايل لي ما مزوجش يا كريان فوفو وانا كذب عليا وقايل لي مطلق يا كنوفل شوشو وانا كذب عليا وقايل لي مراتي ماتت يا كحمزة سوسو بوعو كيقول المثل اين تلاقاو عليك العيالات عشاطيو وياكم ثم وياكم تنساو الكود ديال التليفون. كنتمنى تكون عجبتكم هذه الحلقة. ما تنساوش تدخلوا القناة ديالي بركة وتابوناو عندي باش يوصلكم كل جديد. أخوكم سفيان بركة.